إذا كان هذا الزر من ذهب، هو ليس ما أعرفش الذهب من غيره، إذا كان أعرف أنه بس مسألة فقهية. هذا فلصه 100%، فلصه 100%. ما معنى فلصه؟ مزور يعني ولا إيه؟ هذا مزيف، هذا مزيف. لكن أنا بسأل سؤال، سؤالي هب أنه كان من ذهب، هب أنه كان من ذهب، يجوز أو لا يجوز؟ طبعا إحنا ليس لنا مسألة التزرير بالذهب فيها خلاف، لكن لبس الخاتم الذهب محرم قولا واحدا. أنا سألت عن الخاتم. لا أنا أسأل عن الحكم إذا كان هذا الزر من ذهب. علمنا شيخنا بارك الله. الله يبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فيرى فريق من أهل العلم أن الزر إذا كان من ذهب فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، فأقبل المصور بن مخرمة وأبوه مخرمة، وكان في خلق مخرمة شيء عن شديد بعض الشيء، فلما أقبل مخرمة إلى رسول الله مع ابنه المصور قال ادعوه ادعوه بصوت عالي، قال يا أبي هذا رسول الله يعني اخفض صوتك، قال ادعوه ادعوه ليس بجبار، إنه ليس بجبار، وارتفع صوته، فسمع النبي صوت مخرمة فخرج بقباء مزرن بالذهب وقال يا مخرمة هذا خبأته لك، هذا خبأته لك. فقال العلماء إن القباء يعني مزرر بالذهب الفرض التابع يستثنى، استثنى الفرض التابع كالزر الإبرة الدبوس المشبك يستثنى، ولا بس ولا يقال لابس ذهب، يعني إذا كان هذا الزرار من ذهب. هل أقول إن الشيخ عمرو لابس ذهب؟ لا، فرض تابع، فرض تابع. فاستدلوا بحديث المسور ابن مخرمة على أن الفرض التابع لا يدخل في التحريم. مثلا ساعة عقربها من ذهب لا يقال عنها أن الساعة ذهب، لا يقال عنها أن الساعة ذهب. وكذلك في الحرير، الرجل الأباء اللي يلبسون عبايات سموها عباية، سموها السعوديين مشلح أو البشت أو أي شيء، في أحيان تكون مكفوفة بالحرير، شريط من حرير كده على الكمام، وقال لي بالفلاحين المصريين الكلبات كشمير من زمن القطان الذي تكفف به الأكمام وتكفف به العباس بشلي. كل بلد لها اسم، كل بلد لها اسم يعني في المكفف هذا، فهذا قد يكون من حرير ولا بأس، لأنه لابس ولا يسمى لابس حرير، لا يسمى لابس حرير. وهذه لا تأثير في مسائل فقهية كثيرة، مثلا كوبايات الشربات التي تشتريها النساء أحيانا في الأفراح، أحيانا تجد على الكوب من فوق كده يعني حافة كده صفراء، يقول المي ذهب، هل الكوب نفسه يسمى شرف في إناء ذهب؟ لا يسمى إناء ذهب. وأنس كان عنده إناء عند أم سليم من أنية رسول الله عليه الصلاة والسلام، صحفة كسرت فسلسلوها بالفضة، سلسلوها والشرف فعلا يقال إنه شرف في إناء من فضة، والله أعلم. واصل تفضل. أسفين عطى الله كان عمرك كما تهب شيخ لزادك الله أعلم. يعني كل الشيء ده منفصل عن أو بأنه هو فرض تابع الزر اللي بيكون في السوق ثابت، إنما ده شيء بينفصل عن فيش تفريق شيخنا. وللأسف في بعض العلماء يعني في حديث عن رسول الله نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، حديث معاوية رضي الله عنه، كان حديث كل طرقه فيها اختلافات وما ردوا بعضها إلى بعض، فاختار ضعفه لكنه ضعيف، لكن لو ثبت فالمقطع ليس كما فهمه بعض أهل الفضل أنها تأتي بغويشة تقطعها، إنما المقطع القطع التوابع بضميمة حديث المصور ابن مخرمة، والله أعلم. تفضل يا شيخ.